even have tickets for the final. They were asking around, I saw people refreshing the website to find out. لقد اتخذنا القرار بالمجيء بعد نصف النهائي، لذلك بعد أن وصلنا إلى نصف النهائي طلبت من والدي وأخبرني بالرحيل، ثم قال لاحقا لنذهب قطر، ثم قال لاحقا لنذهب قطر جميلة للغاية، أعلم أنها تحظى ببعض الاهتمام لأسباب خاطئة، لكن لا يمكن أن يكون أبعد ما يكون عن الحقيقة، إنه لطيف للغاية والناس ودودون للغاية ونظيفون للغاية، كل شيء جديد تماما وجميل. كان كأس العالم صعبا للغاية وكان مثيرا للغاية، كدت أن أصاب بنوبة قلبية في ضربة الجزاء، لكن الأمر كان يستحق العناء في النهاية. إنه لأمر محزن، كنت أرغب في البقاء لفترة أطول قليلا، ولكن عندما نخطط لقضاء عطلة قبل 24 ساعة لا يمكنك الذهاب لفترة طويلة. يجب أن أشكر عملي على السماح لي بالحضور لبضعة أيام. كنت أرغب في القدوم في وقت مبكر من ذلك، لقد جئت أمس من سيدني، أنا فرنسي، جئت إلى هنا لدعم الشعب الفرنسي والفريق الفرنسي، كنت أعلم أنه سيكون تاريخا وقد صنع التاريخ، خاصة بالنسبة لمنتخب الأرجنتين. أنا سعيد لأنني أتيت، لأنه حتى المباراة أعتقد أنها أفضل نهائي لكأس العالم حدث من قبل، كنت سأندم لو فاتني ذلك. كأس العالم نفسها كانت رائعة، لقد كانت تجربة رائعة أن تتمكن من الذهاب إلى جميع المباريات في نفس المدينة والذهاب إلى مباريات الفرق الأخرى، لقد كانت تجربة رائعة.